وإلى حدود الساعة الثالثة بالنسبة إلى التونسيين بالخارج. باش ننتقلوا للإحصائيات المتعلقة بعملية الاقتراع خارج تراب الجمهورية، ريثما يتم إعداد الإحصائيات المتعلقة بالتونسيين بالداخل. الكلمة لزميلنا سي نبيل العزيز، تفضل. بالنسبة للإقبال بالتونسيين بالخارج في حدود الساعة الثالثة كان 12%، معناتها 46,444 ناخب على 386,000 ناخب. نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثالثة زاد في الهيئات الفرعية بالخارج، نبدأ بهيئة العالم العربي وباقي دول العالم 19%، إيطاليا 6.7%، فرنسا 2، مارسيليا معناتها 2.9%، فرنسا 1، باريس 18.9%، الأمريكتين وباقي الدول الأوروبية 9% و 10.6% بالنسبة لألمانيا. أكثر نسبة هو مذكور ب 31,784 ناخب، معدل 68%، والإناث 14,680، معناتها 32%. بالنسبة للإقبال، دائرة فرعية بألمانيا، برلين 10.4%، بون 8.3%، ميونيخ 18.7%، هامبورغ 8.6%. هذوما معناتها أكثر الحد. إيطاليا مثلا ميلانو 5.4%، جنوة 8%، روما 7.4%، نابولي 3.2%، باليرمو 9.5%. هذوما النتائج تاع ماضي ثلاثة، معناتها توا الخمسة غدارجين، معناتها المكاتب الاقتراع في الخارج مازال لهم 10 دقائق برك ما باش يسكروا، ومعناتها اللي يكونوا الدعوة نتاعنا باش تكون أكثر للناخبين اللي